بسم الله الرحمن الرحيم. لما نقول لك 23 سنة ثمثم يتبادر إلى ذهنك الفتوة، الشباب، القوة. كاين شاب في عمره 23 سنة واسمه أنس من ولاية بجاية، عنده سرطان الجلد. فتخيلوا معايا وش كنا نقوله على 23 سنة. تخيلوا أنس كيفاش راه عايش. أنس عنده يماه، عنده باباه، أنس عنده أمل باش يزيد يعيش إذا كتب الله تبارك وتعالى. الأمل هذا بعد فضل الله يتحقق بك أنت وبك أنتي لما تساعد أنس باش يمشي للعلاج. حسابات جارية موجودة، ساعدوا أنس. نقف وقفة رجل واحد مع أنس، ولعل أنس يقف يوم القيامة بين يدي الله ويقول له الرب سبحانه وتعالى لكل واحد عاونه، يا ربي هذا ولا هذه، فكأنما أحيا الناس جميعا، وهادو يا ربي نشهد أنهم ساعدوني ورجعت لي الفتوة والشباب والأمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.